الجلسة السادسة من مقرر الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء لطلاب ماجستير علوم الحاسوب في الجامعة الافتراضية السورية. في هذه الجلسة نستكمل الجزء الثاني وهو القسم العملي من الفصل الثالث بعنوان إنترنت الأشياء. في هذه الجلسة سنقوم باستعمال الباكيت تريسر لإنشاء منزل ذكي. إن النسخ الحديثة من الباكيت تريسر تأتي مع أيقونات تساعد في إنترنت الأشياء أو حتى الإنترنت of Everything IOE، ولذلك من المهم للطالب عند استعمال نسخة الباكيت تريسر الانتباه إلى أن النسخ من الفيرجن 7 and more هي مدعمة بالإنترنت of Things أو إنترنت of Everything، وبالتالي سيظهر لديه في البار الخاص للفئات أو المكونات الممكن استخدامها، كما يظهر هذا الشكل المكون بالـ End Devices. هذا المكون الثاني سيظهر له مجموعة من الـ Sub Devices أو مجموعة من الأجهزة الجزئية التي يمكن استخدامها في بناء الـ Internet of Things، من أهمها المنزل الذكي أو المدينة الذكية أو المصنع الذكي الذي هو IIoT، وأخيرا إلى السمارت جريد. من هذه الأيقونات يمكن عند الكبس مثلا على المنزل الذكي استعمال أي من هذه الأيقونات الظاهرة أمامنا، والتي هي عبارة عن Internet Devices أو Internet of Things Devices، أشياء التي تستخدم بالInternet of Things. سنقوم في هذه الجلسة بتصميم وتجهيز منزل ذكي مع عدد من الخيارات كما سنشاهد. أولاً نقوم بفتح الباكيت تريسر. بعد أن نفتح هذا التطبيق لأجل إجراء المحاكاة، سنقوم بداية بتجهيز منزل. ولنفترض أننا نريد أن يكون لدينا منزل، لن نعقد المسألة لنستطيع أن نتحكم بشكل أفضل في المكونات الموجودة ضمن هذا المنزل. لنفترض أيضا أن لدينا في هذا المنزل غرفة، هذه هي غرفة مثلا، ولنفترض أن هذا المدخل الرئيسي، وهنا لنفترض أنه عبارة عن البلكون أو الخارج، العتبة أو whatever الذي هو خارج المنزل. بالإضافة إلى هذا، الآن لنبدأ باختيار عدد من الأجهزة التي هي Internet of Things التي يمكن إضافتها إلى هذا المنزل. كما هي العادة نكبس على End Devices. من End Devices كما قلنا أظهرنا من قبل يمكن إظهار السبكاتيجوريز الخاصة بالاند ديفايسز والاي او تي. هذه هي كانت الاند ديفايسز التي تظهر أمامكم التقليدية، التي هي البي سي واللابتوب وباقي التجهيزات. أيضا هنا نلاحظ ظهور عدد من الفئات الأخرى من ضمنها الهوم وسمارت سيتي والاندستريال والباور جريد. نحن نقوم بتجهيز منزل ذكي، نقوم بالكبس على المنزل الذكي، وبالتالي ستظهر لدينا هذه التجهيزات الخاصة بالمنزل الذكي. نلاحظ أنه يمكننا رؤية عدد من هذه الأجهزة التي تظهر أمامنا. عند وضع الفأرة على أي منها فإننا نستطيع أن نرى ماذا تعني. تظهر هنا مثلا هذا هو AC المكيف أو البطارية أو إلى آخره. يفترض أن الطالب يقوم بالاستكشاف قليلا ما بين هذه الانبوت أو الديفايسز الخاصة بإنترنت الأشياء لمعرفة الإمكانيات المتاحة ضمن هذا البرنامج. عمليا سنقوم باختيار عدد من هذه الأشياء. مثلا سنفترض لمواجهة الحر، مثلا نحن في فصل الصيف، سنفترض لدينا مروحة. نضع المروحة هنا لنفترض في الغرفة. كذلك لنفترض أننا سنستخدم الباب الذكي، هذا باب ذكي، لنفترض هو باب مثلا خاص بالغرفة. وسأفترض أن لدي باب آخر هو باب خاص بالمنزل، الدخول إلى المنزل ككل، هذا هو الباب الخاص بالمنزل على الشكل التالي. يمكن أن نضع أيضا مثلا لامب أو يعني إضاءة
ضمن هذا المنزل. من أجل العتبة أو البلكوني أو المنطقة الخارجة من المنزل لمراقبتها يمكن أن نضع موشن ديتكتور. الموشن ديتكتور هو هذا، نقرأ الليدا فيعطينا أن هذا هو موشن ديتكتور. إضافة إلى الموشن ديتكتور سنقوم بعرض هذا الموشن ديتكتور أو الإشكالية إذا كان هناك من تحرك خارج المنزل في داخل المنزل عن طريق تنبيه ما. يمكن أن نستخدم عدد من التنبيهات. لنفترض أننا نريد استعمال كاميرا، هذه الكاميرا هنا ويب كام تقوم بإظهار ضمن الغرفة لمراقبة هذا المنزل، على الأقل هذا الموشن ديتكتور الموجود لدينا. الآن يمكن أن نضع الأسماء التي نرغب باستعمالها لهذه الأشياء، يستطيع الطالب تسميتها ما يريد. طبعا هناك يظهر واحدة هي الاسم المعرف عليه والمعرف ضمن البرمجة، والذي هو الـ IoT 4، IoT 5، IoT 2، whatever. خلينا نستعمل، طبعا سنرى طريقة أخرى، ولكن من الخارج من هنا يمكن تغيير الأسماء. سأفترض أننا سنسميه ما نريد بحسب السيناريو المستخدم هنا في منزلنا. سنفترض هذا موشن ديتكتور، للاختصار سأسميه MD. الفان أيضا سأسميها فان مختصرة، لا تزعج. ويب كام أيضا سأسمي الويب كام بالويب كام، لنفترض هي عبارة عن ويب كام. هذا الدور أو هذا الباب هو عبارة عن الباب الخاص بالغرفة، فسأسميه روم دور مثلا. هذا هي روم دور. أما هذا الباب هو الباب خاص بالمنزل ككل، لذلك سأسميه هوم دور للتمييز. اللايت أيضا يمكن أن نسميه لامب مثلا للتبسيط، لامب على هذا الشكل. عمليا أيضا من المهم تذكر أن عادة التحكم بهذه الأشياء يفترض وجود ما رأيناه ودرسناه في الجزء الأول من هذه الفصل، من هذا الفصل في الجلسة السابقة، وهو الهوم جيتوي. الهوم جيتوي هو أحد عناصر اللاسلكية ضمن هذا الباكيت تريسر. لذلك نقوم بالضغط على Network Devices. من هون من Sub Devices نذهب إلى Wireless Devices. عند ظهور المجموعة من الموجودات للوايرلس ديفايسز نلاحظ في آخر ثلاث أيقونات، الأيقونة الثالثة ما قبل من النهاية يعني من الطرف الأخير، مكتوب عليها هوم جيتوي. نقوم بسحبها ووضعها في مكان ما في هذا المنزل. عند استخدام الهوم جيتوي ينتبه الطالب، يرى أنه مباشرة في الفيرجنز الجديدة من باكيت تريسر، لأنها هذه الديفايس كلها لاسلكية تستطيع الاتصال مباشرة بالهوم جيتوي. طبعا الهوم جيتوي ممكن أن نفتحه ونرى أنه يشبه أي أكسس بوينت أو راوتر منزلي. هناك عادة ما يكون عدد من المداخل المستعمل لللان أيضا للكابل الخارجي، أيضا مع الأنتيناز الموجودة فيه. عمليا ليتذكر الطالب أن الجيتوي أو الهوم جيتوي هو أحد الأدوات التي نستطيع التحكم فيها بالأمان أو تحقيق ليفل من السكيورتي خاص بهذا المنزل، ونحن لا نريد أن يكون أي أحد يمر بالقرب من المنزل الوصول إلى هذا الهوم جيتوي، لذلك يفترض أن يكون لديه نوع من السكيورتي. سنبدأ أولا بالهوم جيتوي وتجهيزه. عمليا بعد الكبس عليه للتجهيز كالعادة مثل باقي الديفايسز نذهب إلى الكونفيجر. نلاحظ أن هناك عدد من الانترفيسز، نحن نتعامل بالانترفيس الوايرلس. عند الكبس على الانترفيس وايرلس على الطالب الانتباه إلى عدد من الأمور. أولا إذا ما كان يتذكر الطالب في المادة الخاصة بالنتوركينج وخصوصا فصل الوايرلس نتوركينج، تتميز كل شبكة لاسلكية بSSID. ونلاحظ هنا هذا الـ SSID الذي هو اسم الشبكة المستخدمة باسم Home Gateway، نستطيع تغييره أو تركه كما يرغب الطالب. عمليا أيضا هناك Range،
نلاحظ بالمتر، نحن نتكلم على 250 متر، وهذا الرنج مقبول بالنسبة إلى هذا المنزل. نذهب الآن إلى الجزء الخاص بالأوثنتيكيشن. في الأوثنتيكيشن كما قلنا نضع حد معين من السكيورتي، يمكن اختيار ال WPA2. هنا نرغب بوضع باسورد، يمكن للطالب اختيار أي باسورد يريدها، ولكن عدد الأحرف يجب أن يكون أكبر من 4. سأستخدم ديمو ديمو مثلا. نلاحظ أنه عند اختيارها نستطيع الآن أن نتحكم بالأمان لهذا المنزل الذكي. بعد أن نثبت كلمة السر أو الباسورد، إذا أغلقنا نلاحظ مباشرة تم انقطاع جميع التجهيزات عن الجيتوي، لذلك علينا إعادة configuration لهذه التجهيزات مع الباسورد الصحيحة لتستطيع الاتصال بالجيتوي الموجود أمامنا. نبدأ جهاز جهاز. أيضا مناسبة نحن ونكون بالconfiguration بتهيئة هذه التجهيزات على الطالب الانتباه على بعض الأمور. أولا من المهم عند استعمال أي من هذه التجهيزات التي هي الانترنت of things ملاحظة بعض الفيتشرز أو السبيسيفيكيشنز العامة عن هذه التجهيزة، وهذا مهم لمعرفة كيف سنتعامل معها. أولا يمكن تصغير حجمها قليل لتظهر فقط للطالب إظهار القيم أو المعلومات بطريقة أوضح. أولا نلاحظ الفيتشرز. الفيتشرز أولا يقول أن هذه الديفايس هي قابلة أن تسجل من قبل سيرفر أو أن يتم تسجيلها على سيرفر خاص بالريجستريشن، أنها تقوم بديتكتينج للموشن أي أنها التغييرات، وهذه الموشن سنعتبرها في هذا المنزل الذكي بالنسبة للسيميليشن هي الماوس موفمنت أي تحرك الفارة. أيضا من المهم جدا الانتباه أن عند انتهاء حركة الفارة على هذا الجهاز فبعد 5 ثوان هذه هي specification سيفترض عدم وجود حركة وسيقوم بdeactivations. كيف نقوم بهذا الحركة أو تجهيز الماوس لتحسس على الحركة؟ هي باستعمال direct control هو الالت مع حركة الماوس حتى نستطيع التحكم بها ضمن هذه السيميليشن. أيضا بعض الداتا سبيسيفيكيشن، هذه الداتا سبيسيفيكيشن هي مهمة ولكن ليس للآن، سنتركها للجزء الثاني عندما نقوم بالبرمجة. الآن نبدأ بالكونفيجريشن. فعند الكونفيجريشن أولا على الطالب الانتباه أن الاسم الذي تم تجهيزه من الخارج قد ظهر هنا، وإذا كان يرغب الطالب فيمكن إجراء جميع الكونفيجريشن في ذات الوقت من الداخل على Display Name الظاهرة هنا ضمن Global Setting. أيضا نحن نقوم بتجهيز الاتصال اللاسلكي، نكبس على الانترفيس اللاسلكي. على الطالب الانتباه على بعض النقاط الأساسية. أولا البورت ستاتس يجب أن تكون On، في النسخ القديمة يمكن أن لا تكون. هنا نقول أن الديفايس هي في حالة عمل. إضافة إلى ذلك يجب ملاحظة أن يكون الـ SSID مطابق لاسم الـ Home Gateway. في النسخ الحديثة عادة بما أنه تم الاتصال مباشرة بالـ Home Gateway الموجودة، فالـ SSID هي مطابقة لاسم الـ Home Gateway الذي تم استعماله as default. نأتي الآن إلى قسم السكيورتي ونقوم هنا بإدخال المعلومات المطلوبة، والتي كما يتذكر الطالب استعملنا ديمو ديمو. بعد أن تم التجهيز نستطيع أن نغلق هذه النافذة. بعد إدخال الباسورد نلاحظ مباشرة أنه تم الاتصال بشكل تلقائي لهذه الأداة الديفايسز مع الهوم جيتوي. نقوم الآن بإعادة هذه الخطوات على باقي كل الديفايسز. سأجرب أحد الديفايسز الأخرى كالدور مثلاً. نلاحظ أيضا بالSpecification يهمني بالدور الانتباه إلى أن هناك 4 معلومات أو عمليات ممكنة، هو الOpen والClose، الLock يعني قفل الباب والUnlock. أيضا هو متوافق مع Registration، يمكن وصله مع المتحكمات، وهذا للجزء الثاني سنتركه. أما كيف يمكننا خلال المحاكي العمل سنتعلم أنه يمكن استعمال الAlt Key
مع الكليك على الدور من أجل فتحه أو إغلاقه. أيضا كالعادة نذهب إلى الكونفيجريشن، بالكونفيجريشن على الوايرلس أيضا الاسم جاهز، بالوايرلس نذهب إلى قسم السكيورتي، بعد الانتباه أيضا إلى أنها on والاس اس اي دي هي مطابقة، ونعيد كتابة الباسورد. بعد كتابة الباسورد مرة أخرى نغلق النافذة ونلاحظ أنها أيضا تم الاتصال. سأعيد نفس الستبس أي الخطوات على باقي التجهيزات، ولكن لن أسجل من أجل عدم إطالة الفيديو بشكل كبير. بعد إعادة ذات الخطوات على جميع الديفايسز سنرى مرة أخرى أنها تم الاتصال بالجيتوي لجميع الديفايسز عن طريق وضع الباسورد في هذه الديفايسز. هذه هي الخطوة الأولى ولكنها غير الكافية للتحكم. الآن لنقوم بالتحكم في هذا المنزل الذكي، لنفترض أننا سنريد التحكم عن طريق سمارت موبايل أي هاتف ذكي أو لابتوب أو كمبيوتر، ولكن الأكثر استخداماً في أيامنا حالياً هو السمارت فون. لذلك سأعود إلى قسم الأند ديفايسز. بعد الوصول إلى الأند ديفايسز سنذهب ونختار السمارت فون وسأضيفه إلى هذا الكونفيجريشن أو هذه التجهيزات. أيضا بذات الطريقة سنفترض أنه سيتعامل بالواي فاي أو يعني لاسلكيا مع هذا الهوم جيتوي، سنقوم بتجهيزه بالباسورد الخاصة للاتصال بهذا الجيتوي. نلاحظ هنا أيضا نذهب إلى الكونفيجريشن وايرلس، وهنا أيضا نلاحظ يجب أن يكون on. كما قلنا نحن بال WPA2 نقوم بكتابة أيضا الباسورد لتأمين هذا الاتصال demo، ومن ثم بإغلاق هذه النافذة سنرى أن السمارت فون سيقوم بالاتصال أيضا بالهوم جيتوي. نلاحظ أنه لم يتم الاتصال، نعود للتأكد ونلاحظ أننا في الوايرلس. لاحظوا الاس اس اي دي غير مكتوبة، فعلينا إضافة اسم الهوم جيتوي أو الشبكة التي نعمل عليها، كانت هي عبارة عن هوم جيتوي. على الطالب كتابتها تماما، وإذا كان هناك إشكال يفترض أن يفتح الجيتوي بالكوبي بيست ويختارها حتى لا يتم الخطأ بالسبيلينج أو بالكتابة لها. الآن عند إغلاقها، بعد إغلاقها نلاحظ أن السمارت فون قام بالاتصال أيضا مع الهوم جيتوي. في هذه الحالة نرى أننا على شبكة، هذه الشبكة المحلية اللاسلكية، والجميع متصل مع بعضه البعض. لإمكانية التحكم سندخل على التحكم من قبل السمارت فون. بالسمارت فون نذهب إلى الديسكتوب، من الديسكتوب نذهب إلى الويب براوزر لأنه سيتم التحكم عن طريق الويب براوزر. نفتح الويب براوزر، علينا وضع URL. URL هو عبارة عن عنوان المتحكم. عمليا المتحكم كما نعلم لديه IP يفترض، وهذا IP علينا أن نبحث عنه ضمن الجيتوي. سأقوم بتصغير هذه النافذة للذهاب إلى الجيتوي ورؤية ما هو المعرف للشبكة عليه. نقوم بالكبس على الجيتوي، من هنا نذهب إلى الإنترنت على اللان، ونلاحظ أنه على شبكة اللان. لدينا الIP version 4 address هو على الشكل التالي 192.168.25.1. إما نكتبه على طرف أو سنقوم بالكوبي بيست أفضل. سأأخذ هذا العنوان، بعد الإغلاق من هنا أذهب مرة أخرى إلى السمارت فون، من ثم على السمارت فون نذهب إلى الديسكتوب، سنقوم بتمرير هذا العنوان ونقول go. نلاحظ أنه يطلب مننا تسجيل لوج إن، نحن لم نسجل من قبل، يمكن وضع ما نريده. سأستخدم الأدمن مع الباسورد هي أيضا أدمن حتى لا ينسى الطالب، على الأقل يعرفهم. من ثم سأقوم بالسبميت. هنا تم الاتصال،
لاحظ معي أنها HTTP مع العنوان للهوم، ويكتب لنا الـ IoT server والـ devices، ولكن علينا رؤية أنه لم يرى أي من الـ devices. وهنا نلاحظ أنه يطلب الـ IoT server devices، أي التي هي مسجلة مع الـ IoT server. لذلك الخطوة الثانية هي البدء بتسجيل هذه التجهيزات مع الـ IoT server، وهي عملية بسيطة سنكررها على جميع الأجهزة. نقوم بالكبس على أي من الأجهزة لنرى كيف سنقوم بتسجيله مع الـ IoT server. هنا نلاحظ من الـ configuration، من الـ setting الأساسية الـ global setting، نلاحظ في الجزء الأخير على الطالب الانتباه إلى الـ IoT server، القسم الخاص بالـ IoT server. عمليا نحن نقوم باستخدام الـ home gateway ولا نقوم باستخدام الـ remote server، فهو هنا يطلب مننا ما هو الـ IoT server بالنسبة إلى هذه الـ device. بما أننا نستخدم الـ home gateway سنقوم بالتشييك على الـ home gateway. فقط بهذه الحالة نكون قد سجلنا أن الـ IoT server بالنسبة لهذه الـ device هي الـ home gateway، وهذه هي الخطوة المطلوبة فقط. بإغلاق هذه النافذة يمكننا الذهاب مرة أخرى إلى السمارت فون، ونلاحظ أن الـ MD أو الـ Motion Detector قد بان ضمن النافذة أو التي هي بالبراوزر ضمن السمارت فون، وقد ظهر هذا الديفايس. ماذا يمكن أن نقوم بهذا الديفايس؟ نقوم بالكبس على هذا السهم ونلاحظ أن الديفايس هي on، أي أنها في حالة عمل. أما اللون الأحمر هنا فهو يعني أنه في حالة عمل on، ولكنه حاليا لا يتحسس لأي شيء. ليتذكر الطالب أنه بالspecification الخاصة بالموشن ديتكتر كان هناك أن سيتحسس بالمحاكاة للحركة عن طريق كبس الالت مع حركة الماوس. سأقوم بالتجريب، أنا أكبس على الالت وأحرك الفارع. انتبهوا كيف اشتغل اللون الأحمر، أي أنه تحسس إلى حركة ما، وكيف أصبح اللون هنا أخضر، أي أن هناك حركة. نلاحظ بعد 5 ثواني فإن هذه الحالة تعود إلى اللون الأحمر، أي الـ deactivation بعد 5 ثواني. سنقوم بذات الحركة التي هي تسجيل أن الـ IoT server هو الـ home gateway على جميع التجهيزات بذات الطريقة. مثلا هي الفان، سنقوم بالكبس على الفان، نذهب إلى قسم الـ IoT server، نختار الـ home gateway ونقوم بالضغط عليها. سأقوم بتكرار هذه الخطوات على جميع التجهيزات لتسجيل الـ IoT server as الـ home gateway. نلاحظ بهذه الحالة يجب أن تظهر جميع الـ devices بعد تسجيلها على شاشة الموبايل أو سمارت فون. إذن بعد الانتهاء من تسجيل جميع الـ devices لنرى إذا كانت تظهر عند السمارت فون. من خلال الضغط على سمارت فون 1 2 3 لدينا 6 devices، نلاحظ أن 6 devices ظهرت لدينا هنا. الآن يمكننا التحكم من خلال هذا الموبايل عن طريق الستاتس. مثلا الفان يمكن أن نقوم بتشغيلها، هي في حالة أوف. إذا كبست على اللو هذا الشكل الدائري يظهر أنها في حالة حركة هاي، وإنما تصبح في حالة حركة سريعة. بذات الطريقة يمكن التحكم بأي من هذه التجهيزات الأخرى. مثلا بالنسبة إلى الويب كام، أيضا من ضمن الحركة هي عبارة عن استخدام الالت مع الكليك. سأقوم بالتجريب أيضا بذات الطريقة. هنا هي في حالة on ولكن لا يوجد أي حركة ضمنها، أو هي لا تسجل أي شيء. الت مع الكبس عليها تقوم بإظهار أن هناك حركة، تمام، أو أنها تسجل ما يحدث ضمن هذه النافذة، وهي في حالة أحمر، أي أنها في حالة حركة. أعيد استخدام Alt مع الكليك، ونلاحظ أنه في هذه الحالة ستقوم بالإغلاق مرة أخرى. بذات الطريقة يمكن التحكم بباقي التجهيزات. هو في حالة Open مثلا للباب، تذكروا لفتح الباب نحن في الروم دور، يعني هذا الظاهر هنا على الصورة، يمكن أن نفتحه عن طريق أيضا الـ Alt مع الكليك، أي فتح الباب.
في هذه الحالة الباب هو أصبح open، وأيضا بذات الطريقة alt مع الكليك نغلق الباب. يمكن القيام بذات الحركات مع جميع التجهيزات. نلاحظ أننا حتى الآن نقوم بالتحكم عن طريق الموبايل بهذه التجهيزات، ولكن يدويا، أي من خلال هذه الأيقونات الموجودة لدينا. يمكن أتمتة العمل بحسب الشروط الموجودة لدينا إذا كان المستخدم يرغب بها. الشروط مهمة جدا لتمكين الأتمتة على ارتباط هذه التجهيزات مع بعضها البعض. فلنلاحظ مثلا في قسم الكونديشنز الظاهر هنا بالكبس عليه، نلاحظ أنه لا يوجد حاليا أي من الكونديشنز أو الشروط. يمكننا تفعيل هذه الكونديشنز كما نرغب. لنضع سيناريو نرغب به، نرغب مثلا أن نقول أنه إذا تم رصد أي من الحركة في الخارج، بما أن اعتبرنا هذا هو البلكون أو البالكوني، فإن أي حركة عند الموشن ديتكتور نرغب عند تشغيل أو اكتشاف حركة، نرغب بتشغيل الويب كام لرصد أو مراقبة ماذا يحدث على هذا البالكوني. من ناحية أخرى يمكن مثلا أن نقول أننا نرغب عند فتح الباب تشغيل المروحة، نحن في فصل الصيف، ونرغب في أن مباشرة عند فتح باب هذه الغرفة أن تبدأ المروحة بالعمل. أيضا من جهة أخرى يمكن أن نقول أننا نرغب عند الدخول إلى المنزل، أي الباب الهوم دور، نريد هذا اللايت أن يشعل لإنارة الطريق عند الدخول ومعرفة الطريق أمامنا أو رؤية الطريق أمامنا. هذه هي عدد من الكونديشنز التي يمكن بهذا السيناريو أن نضعها. لنبدأ أولا بالموشن ديتكتر، ونلاحظ أننا سنضع علاقة للموشن ديتكتر مع الويب كام. لنبدأ أولا بالضغط على الأد لإضافة كونديشن. يطلب مننا وضع اسم لهذا الكونديشن أو الرول، القاعدة هي عبارة عن موشن ديتكشن وعلاقتها مع الويب كام. سأكتب Motion Detection Web Cam على الشكل التالي. ثم نبدأ بالشرط، هو الشروط تشبه مبدأ الconditions بالبرمجة if else أو if then. وسنبدأ بداية ب if بسيطة، والتي تقول match all، سنترك all ونقول انظروا عند الكبس على هذا السهم يعطي جميع الديفايسز الموجودة لدينا في البيئة. نحن نرغب بالتعامل مع الموشن ديتكتر، نكبس على الموشن ديتكتر ونقول إذا كان on وكان true، أي أن هناك حركة يرصد حركة، فعندها ماذا نرغب أن نقوم؟ نقوم بتشغيل الويب كام، نكبس على الويب كام، نقول أننا نريد أن تكون on وأن تكون true، أي أنها تسجل. بعد الانتهاء من هذه العملية، هذه هي الخطوة الأولى، بالأوكي نضيف وتظهر لدينا هذه التفاصيل التي يمكننا الرموف، إزالة هذا الرول أو الإدت، تغييرها أو تعديلها. الآن لاحظوا معي أنه في هذا الشرط نحن نقول إذا ما اكتشف حركة ستبدأ بالعمل، ولكن ماذا إذا انتهت الحركة؟ إذا انتهت الحركة فإن الكاميرا ستظل في حالة عمل، لذلك سنرغب بإيقاف الكاميرا عند إيقاف الحركة. لذلك سأضيف الكونديشن المعاكس لهذا الكونديشن الأول في حالة إيقاف الحركة أو عدم رصد حركة. أيضا بهذه الطريقة سنسميه موشن ديتكتور ويب كام، ولكن بهذه الحالة هي عبارة عن الأوف مثلا، يمكن للطالب التعبير عنها كما يريد، هذه هي أوف. أيضا أقول أريد الموشن ديتكتور أن تكون on ولكنها false، أي أنها ترصد عدم وجود حركة، هي on ولكن ترصد عدم وجود حركة. عندها نريد أن الويب كام أن تكون أيضا تعمل، ولكنها في هذه الحالة لا تسجل شيء، false. إذن في هذه الحالة نضغط على الأوكي ونقوم بإضافة هذا القاعدة. سأقوم بذات العمل مثلا لعلاقة الروم دور كما قلنا مع الفان. تبدأ بآد، الآن نعمل على تحديد الاسم، هو عبارة عن الروم دور، وهذا الروم دور كما اتفقنا سيكون له علاقة بالفان مثلا على الشكل التالي.
عندئذ نأتي إلى هنا نقول أننا نرغب إذا كان الروم دور هو عبارة عن open. انتبهوا كما أظهرنا بالspecification له آليتين للعمل، القفل والفتح وفك القفل وفتح الباب. نحن نريد فتح الباب open إذا كان فعلا هو تم فتحه. إذن في هذه الحالة نرغب بتشغيل الفان. الستاتس هو بدلا أن تكون off أي أنها لا تعمل، أريدها أن تعمل وأن تعمل بالهاي كاباسيتي مثلا لأننا في فصل الصيف. بعد إضافته كما قمنا في القاعدة القبل، نريد أيضا الكونديشن المعاكس أي إذا تم إغلاق الباب أو خروج العالم من هذا الباب أو عدم استعمال هذه الغرفة، إذن سنقوم بوضع الشرط المعاكس. أيضا سأسميه روم دور، هذه هي الروم دور، ولكن في هذه الحالة سنستخدم معها الفان، ولكن في هذه الحالة هي off، سأضيف الoff. أو أيضا يمكن للطالب اختيار أي اسم، لا مشكلة. إذا نقول أننا عندما نتعامل مع الروم دور هو open ولكنه false أي أنه close في هذه الحالة. إذا سأريد أن تكون الفان في هذه الحالة بالstatus أن تكون off، أن تقف هذه الفان. أوكي، أضفنا هذا القاعدة. أيضا نلاحظ أيضا أننا في هذه الحالة أنهينا علاقة الدور مع الفان. إذا كان يتذكر الطالب اقترحنا أن نضع أيضا علاقات أخرى، هي علاقة اللايت مع الهوم دور، أي بأن عندما يدخل أي عن شخص من الباب نريد إشعال الضوء لرؤية المدخل من المنزل. تمام، سنقوم بإضافة أيضا، سأسميه عبارة عن هوم دور. الآن نتعامل مع الهوم دور ولكن مع اللامب، لامب أور لايت whatever. نأتي إذا نتعامل على الهوم دور الباب الخارجي. عندما يفتح نريد أن يكون ترو، فأنا أريد من اللامب أن يشعل إضاءة أقصى ما يكون، وهذه هي الحالة. نغير من الأوف إلى الأون. نلاحظ من الحالات هي الدم، يعني إضاءة خفيفة جدا، ولكن أنا عند دخول لإنارة المدخل أريدها أن تكون أون. هذه هي الأوكي. نضيف أيضا بعض القواعد الأخرى، أيضا هي علاقة الهوم دور، هذه هي هوم دور مع اللامب، هذه هي الدور مع اللامب، ولكن هنا نقول أنها في حالة الأوف. عندها أيضا أضيف هذه القاعدة، هي هوم دور open ولكنه false في هذه الحالة. سأرغب بأن اللامب أو يعني الضوء الستاتس تبعه أن تصبح لن أغلقها، سأجعلها dim مثلاً، أن تخفت الإضاءة. تمام؟ وسأقول أوكي. في هذه الحالة أصبحت القواعد جاهزة. الآن لنجرب ما أثر هذه القواعد على عمل هذا المنزل الذكي. سأبدأ بتجربة القاعدة الأولى الخاصة بالويب كام مع الهوم ديتكتر أو الموشن ديتكتر. أعود إلى الهوم لإظهار الحركات لنرى ماذا سيحدث بالويب كام، ولكن لن أقوم بتعديلها بشكل يدوي وإنما سأستعمل الهوم ديتكتر. تمام، لنفترض الآن نريد أن نكشف حركة. لنتذكر أن الحركة على الموشن ديتكتر هي Alt مع تحريك الماوس. نلاحظ مباشرة كيف ظهر عنا أن الكاميرا اشتغلت، لاحظوا اللون الأحمر هنا، الكاميرا اشتغلت وبدأت بالتسجيل وإظهار ماذا يحدث على هذه الموشن. هذا يعني أنه تم ربط العلاقتين مع بعضهما البعض. الآن بعد 5 ثواني ستقف، وعند إيقاف الموشن ديتكتر بسبب الكونديشن الثاني الذي قلنا فيه يجب قفل الكاميرا، تم قفل الكاميرا، أو بمعنى تم إيقاف التسجيل ضمن الكاميرا أو إظهار الإيمج ضمن الكاميرا. الآن لنفترض أننا نرغب برؤية ماذا يحدث بالفان. عمليا الفان هي off. لنفترض نحن
نريد الدخول إلى الغرفة، نحن داخل المنزل، لنبدأ أيضا بتجربة كالعادة Alt مع، بما أننا نتعامل بالفان، تمام، Alt مع الكبس على الدور أصبح مفتوح، وتم تشغيل الفان بالسرعة القصوى كما يظهر هنا، وانتقلت لتصبح هاي. عندما أريد إغلاق هذا الباب مباشرة تقف الفان، لأن الكونديشن المعاكس تم أيضا وضعه. أخيرا سنجرب الحالة التي هي الدخول من باب المنزل. سأحاول أن تظهر لدينا هنا على طلب الانتباه إلى اللون، يمكن بيان تغير اللون لعمل هذا اللمب. أيضا سنفتح الباب، وبالتالي سأكبس Alt مع الدور، ونلاحظ أن هذا اللايت أصبح أقوى، أي أنه في حالة عمل. للتأكيد نذهب إلى اللامب، نلاحظ هنا أن اللامب هو في حالة إضاءة On على الأخير. لنغلق الباب، شخص ما دخل إلى المنزل، أغلق الباب بعده، ونلاحظ في هذه الحالة هذه هي الAlt مع الكبس على الباب، أغلق الباب، ونلاحظ أن مباشرة انتقلت إلى الدم، وذلك لأننا عندما وضعنا الكونديشن أردنا أن عند إغلاق الباب أن يتحول الضوء إلى دم. نكون بهذه الطريقة قد قمنا ب إدارة منزل ذكي، ولكن على الطالب الانتباه إلى ملاحظات مهمة. أولاً نحن نتحكم بهذا البيت الذكي عن طريق سمارت فون، ولكن سمارت فون في هذه الحالة البسيطة تم وضعه على ذات الواي فاي أو الشبكة الوايرلس لان على الجيت واي، الهوم جيت واي، والتحكم فيه. عادةً أو السيناريو المعقد ولكن الحقيقي هو أن يكون لدينا هذا الهوم جيتوي موصول مع شبكة الإنترنت، وبعد شبكة الإنترنت يمكن إيصال هذه المعلومات إلى الهوم، عفواً إلى السمارت فون عن طريق شبكة خليوي سيلولر سيستم، وعندها يستطيع الشخص وهو يتنقل أو في مكتبه أو في أي مكان يستطيع التحكم في بيته عن بعد، وبالتالي إذا ما كان لديه مكيفاً يرغب بتشغيله بساعة معينة قبل الوصول أصلاً إلى المنزل، أو أي من التجهيزات الأخرى تتم بهذه الطريقة. هي طريقة أكثر تعقيداً قليلاً، وتتطلب معرفة بتوصيل بشبكة الإنترنت، ومن ثم توصيل مع سيلولر سيستم. من لديه خبرة وإن كان بسيطة بهذا الموضوع يستطيع إنجازها بسهولة. تذكروا أن الهوم جيتوي هو يحتوي على مدخل للوصل السلكي، يمكن وصله عن طريق هذا الوصل السلكي على سويتش، من سويتش إلى راوتر، من الراوتر الذي هو يعمل كجيتوي أو يعني مدخل إلى الإنترنت، يمكن الوصول إلى الإنترنت، ومن ثم من الإنترنت إلى أي شبكة خليوي موجودة ولدينا أكسس عليها عن طريق هذا الموبايل. بهذا نكون قد أنهينا الجزء المهم من أتمتة المنزل باستخدام الباكيت تريسر لعدد من التجهيزات. ننصح الطلاب باستعمال عدد كبير من هذه التجهيزات الموجودة ضمن الباكيت تريسر، مثل ألواح الطاقة الشمسية، مثل صفارات الإنذار، مثل أي باقي الجراج دور، باب الجراج، وأي من التجهيزات الأخرى التي يرغب باستعمالها وتجريب ذات هذا السيناريو أو ذات الخطوات التي استعملت في هذا السيناريو من أجل سيناريوهات أخرى لمنزل ذكي.